صبح الحكم الدولي السابق معي عبر الهاتف. حياك الله كابتن، للحديث عن أبرز الحالات التحكيمية في مباراة الشرطة والحدود. تفضل كابتن. وتحية لجميع المشاهدين، حياكم الله. تحدث أولا عن هدف محمد داود، بعد ما شاهدته كابتن، هل هو تسلل أم هدف صحيح وظلم الشرطة بهذه الحالة؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف مباراة كرة القدم وأخطاء كرة القدم هي متعة كرة القدم فيها، ولكن احنا اليوم نحكي عن حالة صعبة جدا وحالة دقيقة، و ما يعني احنا نحكي على حكامنا، ولكن هو طاقم شبابي وطاقم ممتاز، ولكن تعرف انت هنالك أخطاء تصير أخطاء. اليوم الحالة اللي كانت من الحالات الصعبة واللي تستدعي وجود الفار في دورينا، مو في يعني فقط في دورينا، ولكن في كل الدوريات المجاورة أو مباريات كرة القدم بصورة عامة. لحظة لعب الكرة كان هنالك لاعب بالقدم، يعني التغطية بالقدم كان أقرب إلى خط مرمى، كانت الحالة مع احترامي لكل الاخوان اللي تكلموا من جماهيرنا الاعزاء والاخوان الاعزاء، هنالك مبدا يعني الصراحه في لجنه الحكام هنالك مبدا الثواب والعقاب، الايقاف احنا مستخدمينه جميع حكام كابتن علي. احنا نعرف انه كره القدم لعبه الاخطاء. اليوم حاله لحظه لعب الكره كان اللاعب المدافع من نادي الحدود مغطي التسلل بقدم، يعني صار في حالة صعبة جدا، وليس حالة يعني مثل ما نشاهدها يعني أعطاني المشاهدين حالة صعبة جدا، يعني تكاد تكون يعني بالفار ممكن تعيد، يعني هسه احنا مثل ما نشاهد التلفزيون ونعيد الحالة أكثر من مرة والتركيز عليها، القرار مال الحكم كان هو في أقل من جزء من الثانية. جيد، بس احنا ذا نتحدث عن مظلومية أندية جاي تتكرر هذه الحالات، وبالمقابل ماكو معالجات كابتن لؤي، يعني هذه مو الحديث مو فقط عن مباراة الشرطة، أندية كثيرة تظلم نتيجة أخطاء تحكيمية. نعم هي الأخطاء جزء من مباراة أو من لعبة كرة القدم، لكن بالمقابل ماكو حلول. بعد اكو حالات اليوم انت سجلتها عن مباراة الشرطة. نعم فيما يخص ركلة الجزاء كانت ركلة الجزاء واضحة 100%، وكان احتساب القرار يعني صحيح جدا من حكم الساحة. كابتن احنا نحكي يعني على موضوع الأخطاء وماكو حلول، لا احنا عندنا حلول، ولكن الحلول يعني ما مسلط عليها الإعلام بصورة واضحة. احنا دا نقيم